يبقى قلنا الوحده بتاعتنا دي اسمها يونت 7 ليفنج اير. برافو. احنا بنراجع اللي اتقال الفصل اللي فات بسرعه كده. لما اقول ليفنج بيردنز، ها، اعباء المعيشه. طب لو قلت مثلا كوست اوف ليفنج، تكلفه المعيشه. تكلفه ايه؟ المعيشه. تعال هنا تجيب اخر منها. لا ده احنا قلنا هيزيد في مجموعه يعني. ده في مجموعه يبقى معاك بالظبط، ما عادش تيجي. سمعت بقول لك دلوقتي؟ يا اما معاك الاوليه او الثانيه. ليفنج بيردنز يعني اعباء ايه؟ المعيشه. كوست اوف ليفنج تكلفه المعيشه. تكلفه المعيشه. طيب لو قلت ستاندرد مستوى المعيشه، بقول دلوقتي ان كلمه ليفنج ممكن تيجي ادجكتيف صفه بمعنى ايه بقى؟ حي. لما اقول مثلا ليفنج كريتشرز مخلوقات حيه، لما اجي اترجم دي يبقى معناها ايه؟ مخلوقات ايه بقى؟ حيه. يبقى ليفنج هنا تنفع معيشه وتنفع ايه؟ صفه بمعنى ايه؟ حي. طيب يبقى الواحدة زي ما قلنا ليفنج ايه؟ ابرود. حد فاكر تعريف كلمة ابرود؟ ابرود اني بليس، اني بليس اوتسايد ذا بوردرز اوف يور كانتري. يعني بوردرز حدود، اي مكان خارج حدود الدولة بنسميه بقى ابرود. طبعا في كلمات قريبة من ابرود في السبيلينج، في النطق كده. ابرود في الخارج بظرف بتساوي اوفرسيز، بتساوي اوفرسيز. امال بورد، بورد سبورة. لما اقول سمارت بورد يعني ايه؟ بورد ذكية. بورد ذكية. تكلم اخر كده. لا تيجي تمعالج ما عادش تيجي. اتفرج حاجه كده. انا في البوابه ساعه المجموعه تطلع الساعه 10:30 البوابه تتقفل. اللي عنده بقى اي عنصر ثاني خليه في البيت، واللي غير حصل في الترم الثاني ما عادش كويس. انزل اقفل لي كده البوابه تحت، اللي جاي لي كده بعد المجموعه 10 دقايق. لو كان عندك ثلث ساعة منهم دلوقتي في البوابة. في البوابة تحت. يبقى لما اقول ابرود دي لها معنى واحد بس، في الخارج بتساوي اوفرسيز، وتعريفها كده اني بليس اوتسايد ذا بوردز اوف يور كانتري. في بقى يعني كلمة اسمها بورد، يعني ايه بورد؟ سبورة. سبورة يعني لو خدناها كده بسرعة. لما اكتب كده ابرود واقول بورد وفي ابورد وفي برود، ماشي. دي اهم يعني مشتقات الكلمه دي. اول كلمه ابرود يعني دي في الخارج. طيب بورد صبورة. لوحه او سبوره. في سمارت بورد، وايت بورد، بلاك بورد. ابورد على متن او على ظهر سفينه او طائره. ابورد على ظهر او ايه؟ او على متن. طب برود واسع او عريض، طبعا عكسها نارو. نارو يعني ايه؟ ضيق، ده العكس بتاعه. طيب ممكن برود كده اضيف لها اي ان برودن، يبقى ايه بقى؟ يوسع. يوسع. دي الكلمات القريبه من كلمه ايه؟ ابرود. فلما اقول ابرود في الخارج بتساوي اوفرسيز اني بليس اوتسايد يور كونتري. بورد لوحه، افتكر سمارت بورد، بلاك بورد، وايت بورد. ابورد على ظهر او على متن. ابورد يعني ايه؟ قلنا على ظهر او على متن. بيجي وراها شيب او بلين او بلين او بورد على متن مركب مثلا. امال برود واسع. برود ستريت، شارع ايه؟ واسع. يعني واسع دي بتساوي ايه؟ وايت. وطبعا عكسها ايه؟ نار. لما كلمه برود كده اضيف لها ايه؟ ايه ان، تبقى برودن يعني يوسع.
بول يونت 7 ليفينج ابرود، المعيشه هي بالخارج. خدنا فيرب اسمه ايه؟ كونتين. معناه كونتين يحتوي على. امال انكلود يشمل يشمل كونسيست اوف يتكون من. نشوف كده مشتقات كلمه كونتين، جاي منها كونتنتس محتويات، اللي هي اول صفحه في الكتاب الانجليزي كونتنتس الفهرس كونتنتس ماشي. طيب جاي منها كونتينر حاويه، اللي بتبقى في المينا كده بتنزل حمولات كبيره اسمها كونتينر. اسمها ايه؟ كونتينر. طيب لو بصينا كده في الجمله دي اقراها كده، حاول تترجمها. الصبيان هم قاعدين كده، في حد من اللي بيجوا من اللي بيسافروا غايب؟ عمرو مين؟ عمرو علي. ومين تاني؟ احمد ايه؟ ومين تاني؟ طيب اي طالب يا اخوانا هنجيلي في الترم الثاني غياب من شهر كده، ولا داعي يتصل ولا يلاقي امر يتصل ولا حاجه، بدون اي عذر، في اي عذر لوحده بقى. شوف المدرس تاني ترجموا الجمله على الصفر دي. محتوى روشات كتاب المدرسي ساعه تغير. دي جت قبل كده ثانويه عامه الجمله دي. ايه اللي موجود هنا؟ كونتنت. اسمها ايه؟ كونتنت. بقول لك ده كونتنت اند شيء، ده الفعل. والفعل قلت شيء. يفضل بقى انت بقى قدامي بقى لك سنه ونص دلوقتي واكتر، عرفت لما اجي نترجم ابدا بالفعل. سيتغير محتوى شكل ومحتوى الكتاب ايه؟ طبعا ده يعتبر فيوتشر مستقبل. يبقى كونتنت معناها ايه؟ محتوى. وشيء يعني ايه؟ شكل. ترجمتها ايه؟ سيتغير شكل ومحتوى الكتاب المدرسي. الحاجات دي انا بعتها بي دي اف لكم تقراها تاني بقى. طيب ابرود بتساوي فارسي، دي بتساويها. اللي جاي ده بقى تعرفها. اني بليس اوتسايد ذا بورز اوف ا كانتري، قلنا اي مكان ايه؟ خارج حدود الدوله، زي ما قلناها الحصه اللي فاتت. اي مكان خارج حدود ايه؟ الدوله. انت كنت هنا الحصه اللي فاتت؟ يوم الثلاث حضرت في المجموعه هي كانت مجموعه ها؟ متاكده ان حضرتي؟ اي طلبه يا اخوانا او طالبه حتى في المجموعه اللي فاتت لو اتاكدت ان ما حضرش والله ما مكمل معايا الحصه، ما يكملها للاخر. اللي مش طالب هيغيب بمزاجه واحضره قدامي، واي طالب غاب النهارده الحصه الجايه هشطب اسمه. ايا كان بقى حتى لو جنب هنا ماليش دعوه. الترم الثاني مش فيه الكلام ده، الطالب اللي مش جاي شغال جد يشوف مدرس ثاني. بول ماي انكل هاز بين ليفينج ابرود سينس هي واز 30 ييرز اولد. يعني هو عايش فين؟ في الخارج منذ ان كان عنده 30 سنه. طبعا ده مدور هتبقى ايه بقى؟ مستمر. وهنا مربوطه بايه؟ بسينس وبعدها الرابط يعني سينس ماضي بسيط وقبلها مدور هتبقى بسيط او مستمر. طيب بول جراديويت يعني ايه؟ يتخرج. خريج او يتخرج، يبقى دي ناون وايه؟ وايه؟ يعني ممكن تيجي خريج وتيجي ايه؟ تتخرج. لو جت تتخرج من دفلاي دي جراديويتد. هي جراديويتد فروم كايرو يونيفرستي، تخرج من الجامعه. هي جراديويتد ان لو، تخرج في ماده مجال حقوق يعني. اللي هو كليه الحقوق ماشي؟ او ممكن ان بجراء يير يعني ايه؟ سنه. جراديويت بقى لما تيجي ناون تاخد حرف جر اوف. هي از ا جراديويت اوف. خريج. اخد اوف مش فروم. جراديويشن تخرج، ولما اقول جراديويشن سيرموني حفل تخرج، وفي جراديويشن هات قبعه التخرج هات. دي كلها كلمات خاصه بكلمه جراديويت. اوبجيكتيفز اهداف. لو قلنا اهداف الوحده دي ممكن تساوي ايه؟ اينز جولز تارجتس. طبعا اوبجيكتيف مضاف لها دلوقتي اس. لما تيجي بقى اوبجيكتيف من غير اس تنفع هدف وتنفع صفه بمعنى ايه؟ موضوعي او ايجابي. موضوعي او ايه؟ يعني واحد بيقول رايه كده بدون تحيز لفئه من الاثنين، بيطلع منها الاهواء الشخصيه. يعني صفه ايجابيه ولا سلبيه؟ ايجابيه. عكسها سبجيكتيف، هتاخدها في ثالث ثانوي. بي اوبجيكتيف، خليك ايه بقى؟ موضوعي. يعني طلع الحب والكره من رايك، قول رايك كده بحياديه بدون انحياز لحد. اوبجيكتيف عكسها ايه بقى؟ سبجيكتيف. يبقى دول كصفات، دول المفروض من الحاجات اللي هاخدها السنه الجايه ان شاء الله. كريتيسيزم النقد. النقد البناء اللي هو بقى اوبجيكتيف ولا سبجيكتيف؟ اوبجيكتيف. يبقى لما اوبجيكتيف كريتيسيزم يعني النقد بقى موضوعي او ايجابي او بناء، ولكن سبجيكتيف نقد ذاتي داخل فيه الحب والكره.
يعني انت مثلا شفت كتاب كويس جدا بس مش عاجبك الكاتب نفسه، مع ان الكونتنت يعني محتوى كويس، فتبتدي تنقد بقى. لو نقدت كده بالاهواء الشخصيه يبقى ده نقد ايه بقى؟ سبجكتيف. ولكن نقد الموضوع البناء ناخد ايه؟ اوبجكتيف. طبعا لو جت اوبجكتيف كصفه لا يضاف لها اس، لان لو ضاف لها اس كده يبقى ده اسم من كلمه اوبجكتيف، يعني احد الاهداف. واخدين اكستراكت مقتطف او جزء ايه؟ ملخص. ناخد النهارده مقتطف كده لكتاب اسمه سيكريت جاردن، حديقة السرية او سر الايه؟ حديقة. مش تفرق طبعا سر، كلمة سكر تنفع ادكتيف وين او دايري مفكرة. امال ديري منتجات البان عموما يعني. دايري وديري بول ستيتد فيربس، افعال ايه بقى؟ حالة. افعال حالة اللي هي افعال الشعور الادراك والتملك والعاطفة لا يضاف لها ايه؟ ناخد النهارده الفرق بين المضارع البسيط والمضارع ايه؟ مستمر. بس احيانا افعال الحالة يكون لها مور ذان وان مينينج، معنى معنى يعني. مول مثلا اي هاف ا كار، انا عندي سيارة. هاف هنا تكون مضارع بسيط، يعني اختار لي كده، ينفع اقول اي هاف ا كار ولا اي ام هافينج ا كار؟ اي هاف ا كار اي هاف، بس لان هاف يعني بقى يملك. يملك ولا فلاش ايه؟ أيدي. طب انا الوقت بشرب اقول يتناول او يتناول او باكل ام هافينج دينر، يبقى هاف ممكن تطلع ان جي لو جد معنى تاني غير يمتلك. يبقى لو جد معنى يمتلك تبقى فعل ستيتيف، يعني ايه؟ ثابت. فعل ثابت لا يضاف له ايه؟ اي ان جي. فيرب سي يعني ايه؟ يرى. سي لو جد معنى يرى رؤيه العين لا يضاف لها اي ان جي. بس ممكن اقول اي ام سيينج ماي دنتست توداي، هقابل انا هقابل. يبقى سي لها اكتر من ايه؟ من معنى. ثينك بمعنى يفكر او يعتقد. لو جت بمعنى اعتقد ده يضاف لها اي جي. ده راء. اي ثينك يو ار رونج، اعتقد انك على غلط. امال لو اي ام ثينكينج اوف ترافلينج ابروك، انا افكر افكر في السفر اللي يمكن. يبقى عندنا في الكتاب تلاقي صفحتين، في صفحه عمودين كده، في افعال ستيتيف لها اكتر من ايه؟ من معنى، زي هاف او فيرب ايه؟ سي. يبقى ستيتيف فيربس افعال الحاله. وبقول بروس وكونس دي موجود، دي الحاجات اللي تحت الصوره اللي انا حصل اللي فاتت. وكريتيكال ثينكينج تفكير نقدي. كريتيكال ثينكينج تفكير نقدي. طب المول كريتيكال سيتويشن، موقف محرج، امبارسنج، كونفيوزنج. سيجنيفيكانت تورستيك سايتس، بقول مواقع سياحيه اهم. كلمه سايتس يعني ايه؟ مواقع تورستيك سياحه. وسيجنيفيكانت هام، سيجنيفيكانت بتساوي امبورت، سيجنيفيكانت امبورت. عكس سيجنيفيكانت ان سيجنيفيكانت، يعني لما اضيف اي ام تدينا الاوبوزيت، يعني ايه؟ العكس. طب امبورتنت عكسها ان امبورتنت. منشن يشير الى يس. طيب ديترمن يصمم او يعزم ينوي، بس مش معناها ديزاين يصمم مثلا ايه؟ مشروع او كده. ديزاين تصميم، غير كلمه الكلمه دي بمعنى حاجه معنويه، يصمم او يصر على. ديترمن مصمم او عازم. طب الاسم من ايه بقى؟ ديترمينيشن. اكتر افعال بتيجي مع ديترمينيشن فيرب هاف، لديه اصرار او تصميم او عزيمه، او فيرب شو يظهر، او تعبير اسمه بي فول اوف، يعني مليء به بالاصرار والعزيمه. ممكن الجملة تحتمل determined أو determination حسب structure تركيبة. علي مصمم يحقق أهدافه، يبقى علي is determined to achieve his goals. علي is determined. طب علي has determination والمعنى واحد. قلت أنا عشان الناس تسرح، الناس بتفتكر الكلام اللي اتقال في أول الحصة اللي فاتت، قلت إيه؟ الترم التاني مفيش فيه وقت، أبص للطالب أوقفه وأقول أنت مش معايا. لا، ممكن يمشي ونقفل البوابة ونشتغل. علي is determined مصمم او is determined. طب علي has determination والاثنين ده سين مين؟ هو مصمم يحقق اهدافه او لديه ايه؟ تصميم. is determined has determination. بول ياتي مع الافعال هاف شو بي فول اوف. اشهر افعال بتيجي مع كلمه ايه؟ determination. طالما خد determination افتكر ان في كلمه اسمها will عزيمه واراده، اللي هي الاراده. تنفع إرادة أو وصية، ده معنيين. ولما أقول بقى سترونج ويل، إرادة قوية. تقرا كده وحاول تترجم الجملة دي كده. You should have a strong will
and determination to achieve your ambitions in life. يجب عليك يجب ان يكون يجب ان تتحلى او يكون ايه لديك يعني strong will إرادة قوية وdetermination عزيمة to achieve your ambitions لتحقيق أهدافك في الحياة. خلاص؟ طبعا دي معناه إرادة. أمال لو ممكن ويل يعني إيه؟ وصية أقول كده before his death قبل موته كده the old man wrote أو had written his will يبقى كتب إيه بقى الوصية. يجب عليك ان تتحلى باراده قويه وعزيمه لكي تحقق اي طموحاتك في الحياه. هوست مضيف او يستضيف تيجي اسم طبعا عكسها تبقى جست ضيف ضيف بقول اور هوست جريتد اس ات ذا دور قام بتحياتنا مضيفنا بتحياتنا على الباب احنا لسه على الباب ات ذا دور كلمه دور تاخد حرف جر ايه؟ ات ذا دور يبقى هوست احنا كنا جيستس بقى ضيوف وممكن هوست هنا بتبقى يستضيف which country is going to host the next world cup اي دوله ستقوم ايه مستضافه نهائيات ايه كاس العالم طبعا world cup او مونديال اللي هو كاس ايه العالم طيب يبقى دي معناها يستضيف اير هوستس مضيف الطيران مضيف الطيران يعني كلمة أضيف الطيران لها ثلاث معاني أشهرها بس أنت قلت اتقال لك قبل كده اثنين تانيين فلايت اتندنت تاني فلايت اتندنت ستيوارد يبقى ستيوارد فلايت اتندنت اير هوست يبقى دي معناها بقى مضيفة جوية اير هوست أو فلايت اتندنت أو ستيوارد لونلي دي صفة كتاب لما يكتب لك كده adjective أو adverb حاجة مهمة جدا دي صفة الصفة تصف ايه بقى؟ اسم او تيجي بعد verb to be ولا تجمع lonely اسمها ايه؟ lonely don't you get lonely being on your own all day الا تشعر بايه؟ بالوحدة كونك لوحدك طول اليوم ماشي؟ don't you get lonely being on your own all day he had a lonely life with few friends هو كان عنده حياة lonely يعني وحيدة منعزلة ماشي وعنده فيو فريندز يعني اصدقاء اصدقاء فيو ولا افيو فيو قليل ولا ايه هو لو افيو ما كانش شعر بايه بالوحدة افيو قليل وايه امال دي فيو بس طبعا ليه يعني كان يحيى ده الماضي من ايه من ليد هي مش معانا يقود هنا بقى امال اللون مفرده مفرده ده ظرف اهو ظرف اسم فعل غير لونلي She's afraid to travel alone. تخشى تخاف ان تسافر alone. ما ينفعش اقول بقى lonely. خلاص؟ alone هنا بتساوي by herself يعني بتساوي without a companion بدون رفيق. يعني one of the family واحد منين؟ من العيلة. دي بنسميها alone او by herself او on her own. You shouldn't leave a child alone in the house. You shouldn't. نصيحة منفية. لا ينبغي ان تترك ايه؟ الطفل ها وحيدا او مفرده فين طبعا اللون هنا يعني باي ايه himself او مفرده اون اون وجواها كده صفه ملكيه ماي هيز هير يور ذير دي معناها ايه بقى مفرده طب تعال ناخد كده مثال ذا كليفر تشايلد جوز شوبينج اون هيز اون ذا كليفر تشايلد جوز شوبينج اون هيز اون يذهب سكن يسجل يتسوق بقى بنفسه يعني باي هيمسلف يعني without a companion بدون ايه؟ رفيق ماشي؟ يبقى هنا حرف جر يبقى on وراه يبقى his. Students ought to do their homework on their own. Students ought to do their homework ينبغي على الطلاب اداء او القيام بواجباتهم on their own without help بدون ايه؟ مساعدة يعني يكونوا independent مستقلين independent لما غير on لايه؟ لاوف المعنى يختلف تماما تبقى الحاجه واحده بس للملكيه لايه؟ اوف واف واحده بس خلي بالنا وبعدين ناخد صفه ملكيه مع كلمه ايه بقى؟ on دي معناها ملكه او ايه؟ او خاص بيه ماشي؟ تبص كده المثال ده I'm glad to have a room of my own in the house I'm glad to have a room of my own أنا سعيد أنني أمتلك حجرة لنفسي خاصة بي
ما ينفعش اقول باي اون هنا ماشي اوف ماي اون ان اور نيو هاوس في منزلنا الايه الجديد. يبقى دي بتيجي للاونر شيب الملكيه البوستيشن يعني قريبه قوي من كلمه اون يعني يمتلك او بوزيس. وين اي جرو اب عندما اكبر I'd like to have a business of my own. أود أن يكون لدي عمل خاص بي. A business of my own. ماشي؟ تعال نترجم. Activity. تعرف الصفة من إيه؟ Active. عكسها lazy أو idle. أمال يعني إيه activation؟ تنشيط. يبقى انت عندك كلمتين ناونز يعني ناونز اسماء بس الاستخدام مختلف تماما. لما اقول كده الانشطه المدرسيه اخد الكلمه دي واجمعها تبقى سكول اكتيفيتيز. سكول اكتيفيتيز تلعب الانشطه المدرسيه دورا هاما في تكوين شخصيه الطالب مثلا يعني. يبقى سكول اكتيفيتيز بلاي ان امبورتنت رول ان شيبينج ذا ستودنتس كاركتر. تشكيل شخصيه وصلت. يبقى اكتيفيتيز يعني ايه انشطه. امال اكتيفيشن تنشيط. مش يعني ايه؟ تنشيط. لما ناخدها دلوقتي كده هنا اقول اكتف نشيط عكسها ليزي وايدل. اكتيفيشن تنشيط. يور انتي فايروس مضاد الفيروسات اللي على الكمبيوتر بتاعك او على اللابتوب او على الموبايل ريكوايرز يعني يحتاج ها اكتيفيشن. يحتاج بقى اكتيفيتي ولا اكتيفيشن؟ تفعيل. تفعيل ماشي؟ الفعل من اكتيفيت سوري الفعل من اكتيفيشن اكتيفيت. اكتيفيت يعني ايه؟ ينشط. ينشط او يفعل. المنطقة دي؟ دراعه. الاو تنطق ايه؟ يعني النطق عكس الكتابة. النطق ايه؟ عكس الكتابة. تكتب او وتنطق ايه؟ تتنطق بقى دروت ولا دراوت؟ دراوت. يعني ايه دراوت؟ دفاع. دي معناها لاك اوف ووتر. نقص عكس او نقص فين؟ في المياه. هنا بقول دراوت لاك اوف ووتر نقص ايه؟ مياه. دي اتنطق او درو اسمها ايه؟ درو. يبقى الكلمتين دول قريبين قوي الفرق بس او ايه بس الفرق كبير جدا. دروت يعني الطياره واقف فين؟ المنزل. درو اسمها ايه؟ درو. دي قريبه من كلمه كارنت هناخدها النهارده. جارانتي سيرتيفيكيت شهاده ضمان. كلمه سيرتيفيكيت شهاده موثقه. لاقي شهاده بقى ممكن بيرث ميلاد جد وفاه ماشي ممكن شهاده غير ثالث ثانوي جنرال سكندري اديوكيشن سيرتيفيكيت غير ثالث ثانوي. امال شهاده جامعيه ديجري ماشي ممكن تتجمع ديجري سيرتيفيكيت زي ما نشوف. امال دي بقى جارانتي سيرتيفيكيت يعني ايه؟ شهاده ضمان. الشهاده ده مهم جدا في الترجمه. جارانتي ناون وفيرب تنفع ضمان او يضمن. ضمان او يضمن بتساوي كلمه انشور يضمن او يكفل. تلاقي مثلا على الكرتونه كده بتاعت الجهاز 3 يير جارانتي ضمان ثلاث سنوات 3 year guarantee ضمان ايه بقى؟ ثلاث سنوات ما جمعش كلمه year 3 year يعني 3 year guarantee. امال هنا بقول ديجري ها سيرتيفيكيت شهاده بقى جامعيه اخد سيرتيفيكيت اوكي بس معايا كلمه ايه؟ ديجري عشان اروح لليونيفرسيتي اللي هي الايه؟ الجامعه. طيب نفتح كده الكتاب حلينا رقم صفحه 5 حلينا هنا هنا طيب بيج 9 ناخد النهارده ريدنج بقى ماشي عشان بس نفتكر الكلمات اللي هتتسمع. وزي ما قلت كده الترم الثاني اللي مش هيقدر يشتغل بالنموذج اللي انا عاوزه يشوف المدرس الثاني عادي مفيش اي مشكله بس مش هحضر طالب هنا وانا شايف انه مخالف قدامي. الجزء اللي جاي ده هناخد اكستراكت يعني مقتطف كده من كتاب شايفين الكتاب اسمه سيكريت اير جاردن يعني الحديقه السريه. ذا سيكريت جاردن از ا نوبل باي فرانسيس هاتشسون بيرنت. It was published. أعتقد was published. نشرت ولا نشرت؟ يبقى الكتب. published. ناخد إيه؟ الكتب أخذ published. come out. ومعاه come out. وأبير. وأبير. published.
تيجي معلومه ايه مجهول ينشر او ينشر. امال كم اوت وابير معلوم فقط بمعنى يظهر. دي بتيجي كلها للمطبوعات، بنقولها من اولى ثانوي بنفس الطريقه دي. يبقى اي كتب اي مجلات ناخد ايه ببلش كم اوت ابير. الفرق بس ما بتيجي معلومه ايه الكتاب، الكتاب نشر او الناشر نشر الكتاب. امال كم اوت ابير بيجي الكتاب هنا بس. خلاص لما ناخد دول افتكر ان عندي فعل اسمه سبريد ينشر او ايه او ينتشر، بس مش دعوه بالكتب خالص. بيجي معاه نيوز خبر، ريومرز شائعات، ديزيزز امراض، ايبيديميك وباء او بانديميكس يعني اوبئه وهكذا. ممكن برضو اقول فايرز حرائق او نيران. خلاص ملهاش دعوه خالص بالكتب. خلاص طيب it was published in Britain in 1911 at the beginning of the book. في بدايه الكتاب طبعا انت المفروض بتاخد ايه دلوقتي مقتطف يعني. We meet the main character الشخصيه الرئيسيه اسمها ماري لينوكس. ماري was born in India and her parents were rich. كانت مولودة فين؟ في الهند. وكان والدها ايه؟ يعني هي ماري از 9 years old. Her parents died and Mary moves to England to live with her uncle. راحت بقى تعيش مع عمها وخالها في انجلترا. من الهند انجلترا يبقى الاجواء different ولا the same؟ مختلفة تماما. It's cold and very different from India and Mary is unhappy at first. كانت غير سعيدة في بادئ الامر. At first. Mary opened her eyes on that first morning في أول يوم لها because a maid. maid يعني خادمة. الخادمة لما تكون سيدة يعني يطلق عليها maid. أمال servant خادمة وخادمة برضو الاثنين صح، ولكن لما أقول خادمة في maid يعني أخذ إيه بقى maid. had come into her room يعني خادمة دخلت وقالت لها بقى الحوار ده ما بينها وبين الخادمة. are you my servant she asked. ماري بتسأل هل أنت الإيه الخادمة. I am Mrs. Midlock's servant and she is Mr. Coven's servant, replied Martha, the maid. Are you going outside today? انت خارجة النهاردة؟ Mary looked around her. There was nothing to do in the bedroom. Who will go with me? Mary بقى بتسأل خادمة يعني who will go with me؟ مين اللي هيروح معانا؟ أنا مش عارفة حاجة هنا أخرج لوحدي يعني؟ You can be independent. ممكن تكون independent يعني مستقلة يعني تخرجي بقى on your own بمفردك. عاوزين بقى نربط بين الشرح حصة الفيديو دي والتكست. and you go out by yourself تحت خط تروحي by yourself. ما هي by yourself هي ايه؟ on your own without a companion بدون ايه بقى؟ رفيق. ماشي؟ my brother is always exploring بتقول اخويا كده دايما بيستكشف on his own بنفسه. مرة قالت بقى by مرة قالت ايه بقى؟ on مش هتفرق. said ايه مارثا there are some gardens يعني في حدائق but it's winter so nothing is growing now. احنا في وسط الشتاء كده مفيش حاجه تنمو في الحديقه. oh no Mrs. Mildock's bell is ringing يعني الجرس بيضرب كده. I must go. a short time later بعد شويه Mary was in the gardens كانت في الحدائق. when she came across تحت خط come across يعني يقابل صدفه. يقابل ايه؟ come across. كم كروس ولا أكروس؟ يعني معناها meet by chance. meet by chance يقابل إيه بقى؟ بالصدفة أو accidental يعني بالصدفة برضو. يعني قابلت a small bird singing طائر إيه بقى؟ يغني أو يغرد in some trees behind the wall. when she asked an old gardener لما سألت بقى جنيني about the bird he whistled. كلمة whistle بصفر تنفع نوع الوياه واخدين قبل كده بلو ويسل يعني يطلق ايه صفارة. yes. he whistled and the bird flew to him يعني طار ناحيته. الجنين بقى بيتكلم عن الطائر بيقول ايه بقى he was lonely وحيد. الطائر ده كان ايه وحيد. يجوز في الكتب يعني في الايه في الادب ان انا اشير للعاقل وغير العاقل بهي وشي في القصص بس. he was lonely and went back and we became friends. هو كان وحيد واحنا اصبحنا ايه اصدقاء. فلما صفر له كده بجيلي يبقى احنا فريندز. ذا اولد مان اكسبلين اي ام لونلي سيد ماري تقول له برضه انا وحيده. اي دونت نو اني وان ان انجلاند وانا ما اعرفش ولا شخص فين انجلترا.
I'm sure you will struggle at first. أنا متأكد إن أنت struggle. كافح. كافح. يناضل. زي كلمة سفر يعني. يعاني. But you will get used to. ستعتادي على the people here. Said the governor. Suddenly فجأة the small bird started singing. الطائر الصغير ده حجما مثلا بدأ في إيه؟ في الغناء. Why is he doing that? تحت الخط. Why is he doing that? هو بيغني ليه؟ لازم ايه ده بقى؟ المستقبل هو الطائر لسه ايه بقى؟ بغني وهي بتتكلم والطائر بغني يبقى الحارس لسه ايه بقى؟ ما ينفعش اقول why does the bird sing؟ ليه بغني غير why is he singing؟ لو كنت بتكلم عن حاجه مستمره حتى لحظه ايه؟ الكلام اهو مضارع مستمر هناخد ام ويز وار فعل مضاف له ايه؟ why is the bird singing؟ هو بغني ليه؟ I think اعتقد he has decided قرر to be your friend ان يكون ايه بقى صديقك to answer the gardener. درس الليسننج درس الليسننج هنا بيتكلم على ايه؟ على ناس عايشه ابرود. فين؟ الخارج. ناس عايشه ابرود. تين بوي ناريتور بتدفع عن الراوي ناريتور عن الراوي Hi, Khaled. How are you? I'm having a great time here in Sydney. يعني تين بوي يعني ولد مراهق هو اللي بيكتب زي مثلا ايميل او مسج يعني رسالة. الشخص ده ما تنساش اللي اسمها living abroad يعني معيشة في الخارج. اللي هيتكلموا الوقت دول ناس قاعدين فين؟ في الخارج بعد اهاليهم يعني. Hi, Khaled. How are you? I am having a great طيب حطيت خط تحت كلمة I'm having. ليه خدناها مضارع مستمر يعني؟ زي ما يعني يمتلك؟ يقضي. والله يقضي. لو يمتلك ما ينفعش تطلع. ايوه. معناها يقضي سيرس بين. أنا بقضي وقت جميل جدا. In Sydney طبعا ده في استراليا. استراليا is such a beautiful country. بلد جميلة جدا. Such a very or so. And the sun always seems to be shining here. It's so wonderful. Every day after I have finished my lessons, بعد ما خلص دروسي كده, after I have finished my lessons, I go down to the beach to have a break. بروح كده عشان اخد ايه؟ break يعني فترة ايه بقى؟ راحة او فسحة from studying and smell the sea air. اخد smell. smell دي يعني لو انتوا يعني قريتوا النهاردة smell لها معنيين. المعنى الأول له رائحة له رائحة الوردة دي ريحتها حلوة إزاي ترجمها؟ The flower smells nice smells إيه؟ nice ما تطلعش ING لو جت smell بمعنى إيه؟ له رائحة لو يضاف لها ING أمال لو جت معنى يشم بفيها حركة هيشم حاجة يبقى he is smelling the flower بيشم الورد حد فاهم حاجه يعني سميل لها كم معنى لو جت معنى له ايه رائحه لا يضاف لها مضارع بسيط اما لما تيجي يشم تبقى مضارع بسيط او مضارع ايه مستمر او مضارع مستمر اي تو سميل عشان يشم كده ذا سي اير اي هاف ا فيو جود فريندز هير ال اي ام هافينج ولا اي هاف يبقى ده مضارع يبقى بسيط بس انا امتلك زي كلمه اون او ذس لدي اصدقاء قليلين بس يكفي يعني here now so we usually go together the only problem المشكله الوحيده is that sometimes احيانا I find it too difficult بجد صعوبه to concentrate يركز يعني concentrate يركز دي بتسوي كلمه focus on my lessons طبعا تحط فكره on because I'm thinking حط خط بعد كلمه thinking حاول تربط اللي بقولها دلوقتي ولا نشرحه think هنا يعتقد ولا يفكر يفكر زي كده ضاف لها ايه؟ ING ساعات وانا بذاكر ما بركزش كده انا بفكر في الذهاب تو ذا بيتش يعني يبقى ثينك الواد هتلاقي الوقت في عمود كده مضارع بسيط العمود الثاني مستمر ثينك بمعنى اعتقد يبقى ده فعل ايه بقى؟ حاله يعتقد ما لهوش حركه ما ينفعش اضيف له ING يفكر في حركه اضيف لها ايه؟ ING نشوف بقى سبيكر 2 ذا تينجر هاي داد I hope everything is okay at home. I'm fine, but I am finding it quite difficult. بجد صعوبة to get used to life. يعني get used to اعتاد على المعيشة in Tokyo. طبعا to life صح أو to living. يبقى ناخد اسم life
هاخد فعل اضيف له ing بس مش تو ليف يا اما ليفنج يا اما لايف everything is so different كل حاجه مختلفه here it's not like at home where it's quiet all the time it's always noisy الجو هنا noisy بتصف كده الشوارع وتصف الاشخاص لو واحد مزعج because of the cars on the roads day and the night but the most difficult thing يعني اصعب حاجه about this experience التجربه دي is that I don't know enough Japanese لا اعرف enough Japanese يعني ايه لغه يابانيه كافيه هنا Japanese يعني ايه لغه at the moment خلاص قالت I am not knowing ولا I don't know. حط الخط تحت I don't know. ضرب نوع يعني يعرف يعني يفهم. ما ينفعش ضيف له I am not. لذلك ما قالتش بقى I am not knowing. قالت ايه؟ I don't know. Enough Japanese at the moment. People talk to me and I have and I only understand a little bit. تحت الخط a little bit. افهم القليل جدا. القليل جدا a little bit. ثاني؟ a little bit. بقول لك قبل كده في اولى ثانوي في السنه دي a little هي a bit a little a bit slightly مش كده؟ لما اجي اقول بقى القليل جدا وعاوز اقول التصغير قوي اخد a little و a bit بس خلي a واحده بس يبقى a little a bit ولا a little bit؟ التعبير ده فيه كام a؟ واحده خلي بالك a little bit القليل جدا what they are saying so I'm almost feeling confused بشعر ان انا confused محتاج اشعر بالارتباك او الحيره I hope things will get better. نشوف speaker 3 المتحدث الثالث teen boy hi mom I miss you and everyone at home. miss يعني يفتقر فعل شعور لا يضاف له اي نجي ما قلتش I'm missing غلط خلاص I miss you everyone at home. I'm having a good time here in Barcelona. I feel so happy to be here and there are so many fun things I still want to do here. Like visiting more of the beautiful buildings in the city. I'm getting a little bit better. يعني تحسنت قليلا at Spanish. لغة الأسبانية. خدنا فوق Japanese. لغة الأسبانية. Spanish. لغة الأسبانية every day. Today I went to a cafe with friends and I remembered enough to buy some lunch. I came home feeling really good. طيب. نقرا بسرعة كده الفرق بين كلمات كده بسرعة. بفرق بين اكسبلور انفنت ديسكفر بالعربي يعني اكسبلور يستكشف انفنت حاجه من العدم وكلمه ديسكفر يكتشف حاجه كانت موجوده بص كده في المثال هنقرا بسرعه خلي بالك ما تسرحش ماركو بولو وذا فيرست اوروبيان كان اول اوروبي بحار اوروبي سيلر يعني هو اكسبلور تشاينا اكسبلور يعني ايه؟ استكشف ممكن استكشف بليسز يعني اماكن تشاينا كانتري سايد ممكن ذا بيتش يعني ايه؟ الشاطئ توماس اديسون انفنتد يعني انفنتد اخترع اخترع ولا اكتشف حاجه ما كانتش موجوده ذا ميني ديفايسز ان ذا فيلد اوف الكتريستي ذا فيرز الفراعنه وير ايبل تو ديسكفر كانوا قادرين ان هم يكتشفوا ميني ميتالز يعني معادن بيطلعوها من الارض ماشي ساتش از ايرون زي الحديد كده اند بول الثلاث افعال دول لغايه ثالث ثانوي بتاخدهم بالمعنى ده اكسبلور يستكشف تفتكر بقى ان في اكسبلورر مستكشف وفي انفنتور مخترع انفنتور يعني ايه؟ مخترع قولي معانا يا رضا مش انت بتحصل معانا ولا عارفاني بقول ايه انت بتتكلم معايا انت وغيرك يعني مش عاوز اردد حاجه الطالب قدام الطالب وقاعد كسول كده اكسبلور يستكشف طب اكسبلورر مستكشف انفنتور مخترع طب لما اقول ديسكفرر مكتشف اكسبلورر غير ديسكفر مش عرفنا الفرق دلوقتي اكسبلور يستكشف اكسبلورر مستكشف طب ديسكفر يكتشف ديسكفرر مكتشف يعني احمد زويل هو ذا ديسكفرر ولا اكسبلورر لا ديسكفر احمد زويل كان مكتشف ولا مستكشف مكتشف فهمت سكن يبقى ناخد بقى ديسكفر نستخدم طفله ايه اي ار يبقى في وراها اثنين اي ار ورا بعض طيب كلمه كارنت الاكثر من معنى المعنى الاول حالي او جاري دي بتساوي كلمه بريزنت المعنى الثاني تيار ماء او تيار هواء بتساوي دروت من شويه او تيار كهربي او تيار سائد راي او اتجاه خلاص بص كده معايا في المثال ده بيقول ايه ان اتس كارنت ستيت ذا كار از وورث 50000 باوندز كارنت هنا المعنى الاول يعني ايه حالي او جاري اكتب كلمه ستيت يعني حاله
الحالة الحالية للسيارة تساوي 50,000 جنيه، ده معنى الجملة. current state. ممكن state ده اشيلها احط مكانها ايه؟ حالة. condition. خلاص؟ كلمة ايه؟ condition. يبقى current هنا بيساوي ايه بقى؟ present. حالي. لما اقول بقى current affairs شؤون جارية. شؤون ايه بقى؟ جارية. يبقى current طبعا السبيلنج واحد اهو. لا اكتر من معنى، المعنى الاول لها ايه؟ وقتي او حالي. لما اقول current بتساوي present، ولما اقول current state حالة، الحالة اللي بقى الحالية. طيب كلمة current ممكن تيجي ايه بقى؟ تيار سائد او ايه؟ او اتجاه. دي بتساوي كلمة ايه بقى؟ trend او atmosphere. trend او ايه؟ atmosphere. ماشي؟ نشوف كده المعنى الثاني. Electronic currents can be very dangerous for swimmers. تيارات مائية ممكن تكون خطرة جدا على الايه؟ السباحين. احنا دلوقتي بناخد معاني كلمة ايه اخوانا؟ current. لها خمس معاني. Some birds use warm air currents، تيارات الهواء الساخنة، to help them fly. Check all your wiring يعني الاسلاك، before switching on the current، قبل ما تشغل current يعني ايه؟ تيار الكهرباء. اخر حاجه بقى تيار سائد، دي مهمه جدا. بيقول لك there was a current of anger within the company. ترجمتها ايه دي؟ يوجد حاله سائده من الغضب. كان هناك حاله من الغضب داخل الشركه. حاله او موجه، بس حاجه معنويه طبعا. حاله من الغضب داخل ايه بقى؟ الشركه. زي ما قلت دلوقتي ان كلمه كارنت اللي عندكم الاخيره دي بتساوي ايه بقى؟ ترند او اتموسفير. ترند اوف انجر او اتموسفير اوف ايه؟ انجر، يعني حاله من الغضب. اللي جايه بقى كوران بالايه اللي ربنا السنه اللي فاتت؟ بالايه ولا بالايه؟ او صف. دي صف من العنب المجفف اللي هو الزبيب يعني. بيقول اور كوك يوزز ا لوت اوف كورانتس وايل بيكينج كيكس. نيجي لكلمه ابرود. ابرود في الخارج، امال فورين اجنبي. والاكستيرير معناه ايه بقى؟ خارجي بتاع اوتسايد. بيقول لك اور نيبرز ار اون هوليداي، هم في اجازه ابرود ات ذا مومنت. قلت كلمه ابرود من شويه بتساوي كلمه ايه؟ اوفر سيز. معناه اني بليس اوتسايد ايه؟ ذا بوردز اوف يور ايه؟ كونتري. امال فورين اجنبي صفه تاتي قبل ايه؟ اسم. لما اقول لك فورين كرنسي عمله اجنبيه. ماشي؟ فورين تورستس سياح اجانب. فورينر اي ار اجنبي. انت واخد في الاسامي الفرق بين فورينر وسترينجر. انت من دمياط ورحت القاهره، يبقى انت فورينر ولا سترينجر؟ سترينجر. امال لما يكون شخص جاي من انجلترا فورينر. خلاص؟ بقول لك هو از ذا مينستر اوف فورين افيرز. ترجمه الحته دي يعني هو وزير. اكتب جنبها كده من هو وزير الخارجيه. من هو وزير الايه؟ الخارجيه. خارجيه او شؤون خارجيه يعني. خلاص؟ اكستيريور بتساوي كلمه اوتسايد عكسها انتيريور. بقول لك ذا اكستيريور اوف ماي هاوس، خارج البيت الواجهه يعني، نيدز بينتنج، محتاج ايه بقى؟ دهان، اللي هي الواجهه. ساعات بنسموها ايه؟ اوتسايد او اكستيريور. طيب سيرتيفيكيت شهاده موثقه، امال ديجري؟ شهاده. كواليفيكيشنز يعني المؤهلات اللي انت خدتها، ممكن شهاده، ممكن شهادات يعني سيرتيفيكيت او ديجري، ممكن خدت ام اس سي ماجستير او بي اتش دي دكتوراه. دي الكواليفيكيشنز. يعني ايه مؤهلات؟ الفعل عامله كواليفاي يعني ايه؟ هنا بقول سيرتيفيكيت. ان اوردر تو جيت ا باسبورت، لكي تستخرج جواز سفر، يو ويل نيد يور بيرث سيرتيفيكيت. تحتاج الى شهاده ميلاد، لازم تقدمها على الاوراق. هنا بقى ما ينفعش اقول ديجري، شهاده موثقه مختوم، ميلاد او شهاده ميلاد او شهاده وفاه او شهاده لغايه ثالث ثانوي، خلاص؟ او شهاده ضمان على السبوره من شويه، جرانتي ايه؟ سيرتيفيكيت. حتى في فاكسينيشن سيرتيفيكيت. الوقت مصري. لو انت اخذت المصري كانت شهاده مختومه، عشان كنت كان يعني في ايام الكورونا كده ما كنتش تعمل حاجه اللي بيها. What qualifications do I need to teach English as a foreign language؟ ايه المؤهلات اللي محتاجها عشان ادرس انجليزي كلغه ايه؟ اجنبيه. ديجري درجه جامعيه عند اتمام منهج دراسي بنجاح. I did او I took. كم فعل؟ did. ده ما تختارش من الاثنين صح. ونضيف كمان got. did. may did او ايه؟ او took او got. كم فعل يمشوا؟ ثلاثه. My degree at Asyut University. نبدا اللي جاي ايه؟
اللي هي من اه براو ها براو النقطة عكس الكتابة النقطة ايه براو بس بعدين قلت لك الحصة اللي فاتت دي براو اسمها ايه براو الجفاف اللي هي لاك اوف ووتر هنا بقول لك سام اوف ذا نيور بلانتس بعض من النباتات الجديدة in the garden died ماتت during the drought أثناء بقى الجفاف دروت بقى تيار هواء بيدخل الغرفة يعني قريب من إن شوية كرنت هنا بقول لك can you close the window I'm in a drought ممكن تقفل إيه الشباك أنا مقابلني تيار إيه الهواء يعني حسب البرد مثلا loud بقول لك ساخن أو عالي الصوت تفضل وصف الأصوات والإيه والموسيقى الأصوات بس مش للناس that child was talking in a very loud voice ده بتصف voice مش الطفل الواد كان بيتكلم بصوت إيه بقى عالي the music was so loud كانت إيه عالية ذات we couldn't hear each other كانت الموسيقى عالية جدا لدرجة إننا ما سمعناش بعضنا البعض so وصفة وداد يعني درجة إيه قالي noisy بقى صاخب مزعج تستخدم وصف إيه الناس والآلات والأماكن The traffic in the city center was noisy كان مزعج and are always having quarrels. بقول كده our new neighbors are noisy and are always having quarrels. آخر كلمة quarrels شجار أو عراق. يبقى وصف وصف المرور إن noisy وصف النجران هم برضو إيه noisy. يبقى للشوارع برضو مثلاً أو للمرور أو للأشخاص. نشوف الأسئلة. بقول لك after the meeting the attendees اتفقوا كده عن الحضور. لحضر الاجتماع يعني the attendees will be free هيكونوا عندهم حرية to the city explore يعني explore شايفين بقى explore discover explore هنا يعني ياخدوا جولة سياحية في المدينة يعني بقى جولة سياحية هذا تور هاب ايه يأخذ ايه بقى جولة هذا تور وافتكر كلمة تور جايب مرشد سياحي ما هي كلمة تور هنا ناون وممكن برضو تمشي كverb يتجول ماشي اكسبلور زي كلمة بقى هافاتو يبقى اكسبلور بليس يستكشف ايه مكان اكسبلور سي بحر او بيتش يعني شاطئ things like this طيب اللي جاي بقول candidates المرشحون للوظيفة candidates of the job in the new administrative capital فاكرين يعني new administrative capital العاصمة الإدارية الجديدة شو الترجمة كابيتال يعني عاصمة تنفع عاصمة ولا معنى تاني؟ رأس مال حاجات الترجمة المهمة دي وطبعا administrative يعني إداري must hold in architecture آخر كلمة architecture هندسة معمارية اكتبها هندسة المعمارية دي أنت تاخدها في لغاية 3 سنة مثلا ولا في الكلية؟ الكلية والجامعة ناخد إيه بقى؟ ديجري ترجمة الجملة كده يجب أن يجب أن إيه يمتلك المرشحون للوظيفة في العاصمة الإدارية الجديدة يمتلكوا بقى شهادة جامعية يكون معهم هولد هنا معناها هاش يكون معهم شهادة جامعية في الهندسة الإبعاد معناها هولد The farmers suffered great losses افتكر كلمة great losses خسائر فادحة كلها مهمة في الترجمة great losses خسائر فادحة As the caused serious damage to crops due to lack of water. Drought. طب ما ممكن الفيضان يسبب دمار صح؟ اه ليه ما خدتش في لاك اوف ووتر لاك اوف ووتر يعني لاك اوف ووتر ما الاثنين دول يعتبروا الدراوت دراوت وفلود يعتبروا ديزاسترز كوارث وبيسببوا دامجز دمار يعني ولكن هنا تعبير لاك اوف ووتر ناخد ايه دراوت طبعا من مرسيل اون سيرفنج بيتشز اللي هي رياضه ركوب الامواج كده سترونج ار كومن سبيشالي ديورينج كومبيتيشن تايم كارنتس نمبر دي اللي هي تيار مائي قوي ذا شاندلير فيل اون ذا فلور وقعت على الارضيه كده وذ ا بانج اند وي وير سكيرد لاود يعني لو بانج يعني اصطدام قوي اصطدام ايه قوي لو بانج احنا لغايه دلوقتي ما خدناش الوكاب احنا ما خدناش الجرامر احنا دلوقتي كل تركيز على ايه على الوكاب
بول ذا فوتبولر شوت جريد، بقول لك اللاعب كرة القدم اظهر جريد ايه؟ تو ديرمينيشن تيم افتر ذا سيريس انجري. ديترمينيشن اصرار او ايه؟ او عزيمة. نمبر دي، فين الفعل اللي في الجملة دي قلناه عصفور الوقت؟ شو تحت الخط كده؟ او هاف، احنا قلنا شو او هاف او فول او ترجمة الجملة. مش عارف انا اقول كل خمس دقايق اقول نفس الكلام اللي قلته الحصه اللي فاتت الحصه دي، مش هقدر ابص لواحد او واحده مش معايا. اقومك وامشيك، كنت اتفهمت كده بالعربي؟ هقومك هقومك انا امشيك حتى لو قدامي خمسه. يعني لما نقعد الساعه وشويه اللي هنا نقعد كده منتبهين 100%. فكر نفسي بالجمله دي. يبقى اظهر لاعب كره القدم اصرار كبير على العوده للفريق بعد سيريس انجري. يعني اصرار احنا قلنا ديترمينيشن تصميم او عزيمه او اصرار، بياخد شو او هاف او فول اوف. ذا كوتش المدير الفني كده اسك ذا يانج اتليت تو دو ا فرايتي اوف فيتنس اكتيفيتيز، انشطه بدنيه، انشطه يبقى بدنيه ان ذا جيم. ذا يانج ماذر بيقول لك السيده او الام الايه الصغيره سنا has income as she works as a nursery school teacher. Independent. ناخد بقى independent. مفيش معاكم التلاتة الا كتاب واحد؟ ممكن نبدل يا اخوانا. Nursery يعني. تديها الكتاب ولا تيجي مكانها؟ تيجي مكانها هنا؟ ماشي ارجع عند ورق. اكتبوا فوق كلمة تحت كلمة nursery school. ناخد independent الأولى. Independent يعني ايه؟ مستقل. مستقل. نكتب تحت كلمة نيرسري سكول يعني حضانة، اشتغل كده مدرسة حضانة. يعني بقول لك الأم الصغيرة سنا دي لها دخل اندبندنت يعني مستقل. وي شير ذا ايرث، بقول لك نحن نشارك الأرض، الكرة الأرضية يعني. نشترك الكرة الأرضية مع ليفينج أند هاف أ ديوتي تو بريزيرف إيش يعني مخلوقات معيشة ولا مخلوقات حية؟ حية. في الامتحان بقى نوع ليفينج هنا ايه؟ اجي صف وليست اسم. امال ليفينج ابرود؟ معيشة من ليف، ليف يعيش، ليفينج المعيشة. خلاص ناخد هنا كريتشرز يعني ايه مخلوقات. Acceptable forms of ID include a passport of a birth certificate. كرم. يعني جواز سفر حالي يكون ساري، يكون ساري يعني يكون خلصان. The bus up passengers outside the airport and takes them to the city. Takes يعني pick up. يحمل شخص من مكان لمكان. لما يجي pick up لو جاء وراها شيء يقطف يلتقط. حاجة خفيفة كده. هم الاشخاص يوصل بتفكرها بكلمه كوليكت. خلاص كوليكت وراء اشخاص برضه يعني يوصل. It really me when people expect me to tip. tip يعني يعطي بقشيش. tip يعطي بقشيش as well as pay a service charge in a restaurant. الموضوع ده بيضايقني يعني annoyance. اخر كلمه انه يعني ايه؟ يضايق. The teacher gave each group in the class a topic to talk about. specific topic يعني specific topic موضوع محدد. specific محدد بتساوي particular عكسها general عام. it's important من المهم كده for a teacher to balance. بتكون البالانس يعني يوازن. يوازن كفعل بتساوي way. يوازن between ما بين punishment العقاب with positive المدرس يوازن ما بين العقاب و بوزيتيف يبقى كارشمي. الناس تنطع عشان ده كان واجب الحصه اللي فاتت، واجب مش تحضير. بوزيتيف انكارشمنت يعني ايه؟ تشجيع ايجابي او تحفيز يعني. ذا كوليكشن انكلودز بقول لك المجموعه دي تتضمن فروم ذا وركس اوف سيفرال ويل نون اوثرز. اكستراكتس قلنا مش يعني اكستراكتس مقتطفات ماشي؟ طبعا قلنا شيبس يعني ايه؟ اشكال. فورميولاز معادلات، عارفين المعادلات المائيه؟ و ريسيبيز وصف الطعام. ريسيبي وصف الطعام. That was changing the sheets when we got back to our hotel. مين اللي كان بتغير ملابس السرير بقى؟ مين اللي هي اللي بقى؟ بيجي لك الكلمات اللي قابلتك دلوقتي في التكست ويحطها لك في جمل جديده. طيب in the past في الماضي magazines used to novels.
المجلات كانت بتنشر الايه؟ الروايات. الروايات يعني جزء بجزء كده، يبقى بابلش. هنا بقى في الجمله دي ما ينفعش كم اوت وقدر ليه؟ عشان ده مبني. هي مش مبني، عشان ما ينفعش احسن كلمه كم اوت وقدر ما تاخدش مفعول. ما تاخدش ايه؟ مفعول. يعني تيجي الحاجه الاول وبعدين كم اوت وقدر. الجريده بلاش الجريده. الروايه ظهرت يبقى ذا نوفل ابيرد او ذا نوفل كيم اوت. امال ما ينفعش اقول كده ماجازينز يوز تو بابلش صح. كم اوت وقدر غلط. كم اوت وقدر ما بتاخدش مفعول. ما تاخدش مفعول اصلا. The message was written in code. Secret. Secret. حد فاكر يعني ايه secret code؟ secret. كده شفره سريه. طلع الكلمات دي واكتبها كده في ورق يعني عندك كده في الكراسه و... اعتبر نفسك في ثالثه من الوقت الترم الثاني ثانيه هو بدايه الثالثه. secret code شفره سريه. شفره ايه؟ سريه. secret هنا بقى اسم ولا صفه؟ صفه. adjective. كلمه كود انا ممكن نكتبها هنا برضه كده. طبعا كونديشن وستيت يعني ايه؟ حالة. بقول كلام ستيت. خلينا هنا. كود. تنفع ناون وفيرب. يشفر او شفرة. او يشفر. خلاص؟ طب لما اجي اخدها بالشكل كده. دي كود. ضفت ايه الوقت؟ دي يفك الشفرة. يفك الشفرة. خلاص؟ طب اجي لديكود احط لها ار. بقت ايه بقى؟ ديكودر. اسمه ايه؟ لا مفك. جهاز فك شفرة. يعني لو انت اشتريت كده في بي ان اشتراك رسمي بيدوك ايه؟ جهاز فك الشفرة. بيجيب لك القنابل المشفرة. اسمه ديكودر. اسمه ايه؟ ديكودر. عرفت جت زلاتي؟ كلمة كود لما اشوفها ما اقولش كود. دي مش ترجمة. كود يعني بقى شفرة او يشفر. طب لما اقول بقى ضفت لها دي يفك شفرة. طب ديكودر اللي هو بالار. معنى الجملة دي اللي مش لسه معايا فيها يعني بيقول لك الرسالة مكتوبة بشفرة ايه بقى؟ سرية. يستطيع الجنود فقط ان يقرؤوها. جنودنا بس. في الحروب ما بيكتبوش الرسائل كده بشكل عام كده، بتبقى حاجات رموز كده. بقول لك فالنتير متطوعين بيلت شيلترز ساتش از تنتس فور ذا سرفايفرز اوف ذا فورست فايرز. ناخد ايه بقى؟ يعني بقول لك كده لغايه ما السلطات يودوهم للشقق. تمبر ولا بيرمننت؟ مش جايبين الاثنين بيرمننت يعني ده هو اما يقعدوا كده في خيام لغايه ما يروحوا الشقق يبقى ده دائم ولا مؤقت؟ يبقى تمبر. The new teacher بقول لك المدير الجديد has taken on of moving the school and the good success. Challenge. اخذ على عاتقه التحدي. Challenge. Stop shouting loudly. بقول توقف على الصراخ بصوت عالي. All that noise makes it hard to concentrate. الضغوط بتخلي من الصعب الايه؟ التركيز. Both clocks بقول لك الساعتين دول are still in good working condition. يعني ايه condition؟ حالة. ولك ساعات الحائط دي ما زالت في حاله جيده بالرغم انها قديمه. واحنا اتفقنا ان كلمه كونديشن على السبوره دي بتساوي ايه بقى؟ ستيت. جود كونديشن حاله جيده. باد سيئه. كونديشن بتساوي ستيت. ماشي. رقم 18. يس شيز تو برينج اب. انت بتقول برينج اب يعني ربي. She has to bring up a family alone after the death of her husband. هي بعد موت زوجها بتناضل عشان تربي الاولاد. ناخد ايه بقى؟ struggling. bring up يعني رب. struggling. The job interview proved to be much worse than I had imagined. بقول لك كلمه imagine يعني ايه؟ يتخيل. بتساوي fancy. imagine يتخيل بتساوي fancy. digging in the garden. The gardener came some pieces of wood. came across. قلنا come across يعني مقابل في الصدفة. come across. خلاص؟ experts يعني الخبراء advise young people not to distracted easily and to focus on their goals. get. لما اقول يصاب بالتشتت. get او be. بس خلينا distracted مضاف لها ايه دي؟ get distracted. يشتت. يعتبر الوقت ايه؟ مجهول. be distracted او get distracted.
changing the name of the company. بقول لك تغيير اسم الشركة will only lead to سوف يؤدي فقط إلى. قل لك العيلة تحت إيه؟ تغيير اسم الشركة سيؤدي فقط إلى الحيرة الارتباء عاوز الاسم ناخد بقى confusion اللي هي بي You can't expect a 40-year-old child لا تتوقع من طفل عنده 4 سنوات كده to do this task on his own يعني مفرده بتسوي اللون بتسوي by himself بتسوي without him ماشي The governments and effective initiatives helping to improve poor people's lives imaginative في كلمة في الجملة اسمها initiatives الجامعة المفرد مبادرات لما اقول مثلا decent live initiative دي اشهر حاجة الوقت مبادرة حياة كريمة ممكن تقول decent او comfortable يبقى نشرب عليه بقى مبادرة وانيشيتيفز مبادرات خلاص احنا واخدين قبل كده بقى كلمة قريبة من دي بس زي كلمة اسمها تريتي معاملة دي معناها معاهدة أيوة. كنا ماخدين معاها بيس تريتي معاهدة السلام معاهدة السلام خلاص الانيشيتيفز يعني ايه مبادرات There is no difference. مفيش فرق. The two houses, they look exactly the same. Between. مفيش فرق ما بين الاثنين. During my stay, تحت خط. During my stay. And my accommodation ولا my stay? Stay. قلنا الحصة اللي فات accommodation الإقامة بوجه عام. بتوفرها الدولة بتوفرها الفندق. أمال إقامة الشخص stay. During my stay in London, the family welcomed me warmly. Hostess. Host ولا guest? Host. هنا تستضيف لي بقى. You should have a lot of to achieve your goals in life. Determination. Determination. عزيمة. People who live in the desert اللي عايشين في الصحراء كده usually to survive when there is a drought. Struggle. قلنا تلك جمل النهارده بمعنى struggle يعني struggle. مكافح مناضل يعاني. Our math teacher always gave us a lot of support. بيدينا ايه؟ دعم. And we owe much. Could you tell me the name of Prime Minister? كرم حالي رئيس وزراء الحالي في انجلترا كرم يعني حالي بسرعة كده اللي احنا ناخده ده اتاخد اللي كده في الاعدادي قبل ما تيجي سوا اصلا بريزنت سيمبل مضارع بسيط المضارع البسيط عبارة عن مصادر الافعال مصادر الافعال يعني مثلا كلمة جو تراي بلاي مثلا ممكن المصدر دون اضيف له اي اس او احول ايه اي اس او اس بس خلاص هو عباره عن مصادر الافعال او مصدر مضاف له اس او ايه او اس لما اجي انفيه انفيه بضم او دازن او نيفر بس نيفر خلي بالنا الفعل كما هو لما اجي اسال عليها اسال بايه بدو او ايه او داز ماشي من ضمن الاستخدامات المهمه للمضارع البسيط يستخدم مع الفاكتس مع الهابتس العادات مع الحاجات البيرمننت الدائمة لذلك وصف الوظيفة I work as a teacher خلاص يبقى المضارع البسيط كده in general بوجه عام هو عبارة عن مصادر الأفعال مصدر أهو دي مصادر إيه المصدر بيضيف له إس أو إيه أو إس أو إس يتضاف بضمته إيه doesn't أو never أسأل عنه بدو أو إيه أو does يستخدم مع facts حقائق مع habits عادات أو habitual actions او بيرمنت يعني احداث ايه بقى دائما طيب لما اجي احط المضارع البسيط في المجهول ابدا بالاوبجكت المفعول وبعدين اخد فيرب تو بي في المضارع اللي هو ام ويز وير وار وبعدين اخد التصريف الثاني التصريف ايه الثاني
يعني لو خدنا مثلا جمله كده انجلش ومعاه فيرب سبيك في الانجليزي بيتكلم ولا يتحدث بيه؟ انجلش سبيكس ولا از سبوكن؟ انجلش از سبوكن. اقول مثلا ان سيفرال كونتريز، سيفرال ايه؟ كونتريز، في دول عديده كده اراوند ذا وورلد، حول الايه؟ اراوند ذا وورلد. قدامنا المجهول اهو اللي هو ايه؟ از ايه؟ سبوك. خلاص؟ يبقى المضارع البسيط مصادر الافعال او مصدر مضاف اليه او الاس بتاعته مضاف ايه؟ دازنت او نيفر اسعى عنه بدو او ايه؟ او دوس المجهول بتاعه ابدا بالاوبجكت مفعول اخد ام ام واز وايه؟ وار وتصريف ايه؟ طيب المضارع بقى المستمر بريزنت كونتينوس اللي هي الواحده مركز عليها اكتر يعني. ده مضارع ايه بقى؟ مستمر. مضارع مستمر فاكر تركيبه من ايه المضارع المستمر؟ يعني باخد فيرب تو بي ام واز وايه؟ وار مضارع مستمر واخد الفعل في المصدر اضيف له اي ان جي. طالما اضيف ايه؟ هعرف ان في افعال ما ينفعش تطلعها ايه بقى؟ افعال حاله للثبات اللي مفيش فيها حركه اسمها ستيتيف ثابته افعال حاله ماشي؟ وبرضه اعرفوا ان افعال حاله لها اكثر من ايه؟ من معنى. يبقى بريزنت كونتينوس مضارع مستمر ناخد فيرب تو بي ام ويز وار فعل مضاف له اي ان جي. هنا بقى ما بجيبش حاجه من بره يتنفى بنط عادي واسال عنه بام ويز وار والمجهول بتاعه لازم المجهول المجهول يظهر فيه كلمه ايه بقى؟ بين اي يعني لو خدنا مثلا مثال كده انيو فلاي اوفر يعني كوبري علو ايه؟ جديد عاوز اقول كوبري علو جديد يبنى الان از بينج بيلت ناو او ات ذا مومنت. طبعا من الكلمات الدالة عليها كلمه ايه؟ ناو ولوك وليسن ماشي وات بريزنت يعني فين؟ الوقت الحالي وكلمه ذيس او ذيس دايز ذيس داي يس. يبقى نيو بريدج هنا قام خدنا ده المضارع المستمر اهو نيو فلاي اوفر از بينج بيلت. طيب نيجي لاهم حاجه بقى استخدام المضارع المستمر لوصف احداث تقع الان. وصف ايه؟ يعني ان اكشن هابينج ناو هابينج ناو يحدث ايه؟ الان. طيب لو انا ماشي كده اقول اي ووك ولا اي ام ووك؟ لو انا بكتب على السبوره ام رايتنج لو انت بتذاكري ام ستادي ماشي بصف حاجه تحدث الان اي ام ووكينج هلا ات ذا مومنت ماشي. طيب يستخدم برضو المضارع المستمر تو ديسكرايب تو ديسكرايب فوتوز توصف بقى صور. لو انت بتوصف وظيفه تروح مضارع بسيط مضارع ايه؟ بسيط اللي فات. امال الوصف ايه بقى؟ الصور تاخد مضارع ايه؟ مستمر. علي از بلاينج تنس ان ذا فوتو الصوره دي قدامي علي بيلعب ايه؟ تنس. اوصفها مضارع مستمر خدنا ايه دلوقتي؟ از بلاينج علي از بلاينج تنس ان ذا فوتو يبقى بيستخدم لحدث يقع ايه؟ الان حتى لحظة تتكلم اسمها تايم اوف سبيكينج او لوصف ايه؟ ما هو موجود فين؟ في الصورة. ايه كمان المضارع المستمر؟ يستخدم في temporary situations مواقف ايه بقى؟ مؤقتة يعني not permanent مش ايه؟ مش دايما دايما نروح لايه؟ البسيط يعني نقول مثلا ايه؟ سهى is living with her aunt until her flat has been painted. هل سهى بقى مع
خالتها وعمتها كده هتعيش على طول؟ لا. ولا تمبرري؟ تمبرري. لغاية ما شقتها تتدهن. خلاص؟ يبقى بنسميه بقى تمبرري ستيشن. يعني لو بتلاحظوا كده في هنا از ايه؟ از ليفينج. از ايه؟ از ليفينج. خلاص؟ برضه يستخدم المضارع المستمر في حاجة تاني. لما يكون شخص كده is always repeating the same thing. يعني. واحد ايه؟ بيكرر نفس الشيء وبالذات لما يكون التكرار ده annoys me. بيزعجني. باخد كلمة ايه؟ always. وباخد هنا verb to be بقى am و is و are. واخد الفعل الرئيسي ضيف له ايه؟ انت دايما بتنسى مفتاح زي ما خدناه الوقت مثلا ناخدها الوقت في التكست. انت دايما بتنسى مفتاح السياره في المنزل مثلا يو اخد منها ايه؟ ار اولويز. حتى الافعال بقى اللي ما ينفعش نضيف لها ايه؟ اي ان جي هنضيف لها هنا في التعبير ده بس في الحاجه اللي هي متكرره دايما حتى لو ما ينفعش نضيف لها ايه؟ هنلاقي فيرب بي بينج خلاص ناخدها دلوقتي يو ار اولويز فورجيتنج مع ان فورجيت ما تضيفلهاش ايه؟ اي ان جي بس ناخد هنا عادي يو ار اولويز فورجيتنج يور خليها مثلا يور بوك انت دايما بتنسى ايه بقى؟ كتابك الحاجه دي حاجه ريبيتد يعني متكرره بتلاحظوا كده قبلها ايه الوقت؟ وبعدين اولويز وفعل بتضاف له يس طيب مثال تاني كده ماي ديسك ميت صديق ركز بقى زميلي في التخت زميلي ده سوبولاي يعني مؤدب جدا بس اليوم دي رود اقول بقى ماي فريند از رود ذيس دايز ولا از بين في التعبير في اخر نقطه دهيا اي فعل يضاف له اي ان جي ماشي في الحاله دي بس اقول بقى از ولا از بين يس يبقى ماي فريند از لا مفيش اولوز هنا بقى مش شرط احسن اولوز دي ريبيتد از بين رود ذيس دايز ايه اللي انت فاهمه الجمله؟ صديقي في التخته وقح هذه الايام هل ده هز 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 ايه بقى؟ هز تمبر طبعه ولا ده حاجه غريبه على طبعه؟ حاجه غريبه على طبعه تمبر هنا يعني ايه بقى؟ طبع مثلا في الحاله دي بقى بناخد از واخد الفعل ضيف له اي فعل حتى لو ما ضافش اي جي ماي ديسك ميت از بينج رود ذيس ايه دي الحاجه دي ان يوجوال غير معتاد هو طبعا نوع بولاي ماشي دي اهم اجزاء هناخدها دلوقتي في المضارع المستمر برضه ممكن عشان نبقى خدنا كل حاجه يستخدم المضارع المستمر للفيوتشر يعني مستقبل في حاله ارينجمنت ترتيبات ترتيبات لو قلت مثلا كده ذا بارتي is starting الحفلة هتبدأ at 5 PM as arranged كما هو مرتب له فين المضارع المستمر هنا؟ is starting is ايه؟ starting وهنا كلمة as ايه؟ as arranged نفتح الكتاب كده جايب لكم صفحة 15 كده بقول ايه؟ المضارع المستمر فوق بقول هنا الإثبات هقرا معاك بس الأمثلة دي بسرعة كده The baby is sleeping at the moment يبقى الكلمة دي اللي عزمها هنا ايه؟ يبقى الولد دي لسه نايم لغاية أنا وأنا بتكلم كان هو في منتصف النوم ما قامش لسه خلاص؟ لو جيت أنفيها إذن اعمل سؤال ايه؟ بإز مش هجيب حاجه من بره يعني. They aren't watching TV at the moment النفي. السؤال بقى is he doing his homework or what are you doing؟ المبني المجهول look the thief is being chased. احنا اتفقنا المضارع المستمر المجهول اللي بيظهر فيه؟ being لان اي فعل مضاف له ايه؟ ing مجهوله being خلاص؟ هنا بقول يعني ايه the thief is being chased؟ انظر بص كده الحرامي يطارد ولا يطارد؟ يطارد واللي بيطارده مش موجود لانه عضو اللي بيطارده مين؟ شرطة يعني المفروض عاوزك كمان باي ذا بوليتس بس مش هتتم المعنى يعني هي مفهومه
طيب نيجي بقى لاستخدامات الجمع من شوية. يستخدم الأحداث تحدث الآن بتقول إن أنا في منتصف إيه؟ الحدث. I'm waiting for the train. أنا منتظر القطار ولسه ما جاش. They are playing football. بيلعبوا بس لسه ما خلصوش. يستخدم لحدث مستمر ولكن ليس بالضرورة وقت الكلام. She is working hard these days. بتشتغل كويس هذه الأيام. خلاص؟ بس ممكن في الوقت يكون في أجازة. موقف حالي أو حاضر مختلف عن موقف الماضي. Young people aren't reading newspapers these days. بيقول لك الشباب لا يقرأوا الكتب أو الجرائد اليومية هذه الأيام. أحداث تم الترتيب لها فين؟ في المستقبل. أحمد is leaving for Luxor in an hour. طبعاً arrangements. علي is meeting Mr. Amjad next Saturday morning. رقم 5 بقى الأهم نقطة. يستخدم مع كلمة إيه؟ always إذا كنا نريد تعبير عن شيء يحدث إيه؟ كثيراً وأحياناً إيه؟ يضايق. بناخد always كده ونحطه قدامها am, is, are وفعلاً نضيف له إيه؟ he is always forgetting the car keys at home. دايماً بنسى مفتاح السيارة فين؟ في المنزل. الأمر ده annoys me يعني. she is always asking a lot of questions. بتطرح أسئلة كتيرة. why is he always playing the guitar؟ ليه دايماً هو بيعزف إيه؟ الجيتار. اللي جاي ده بقى كلمات تدل على دور مستمر. Now, at the moment, these days, at present, still يعني ايه؟ ما زال. Nowadays, look, listen, we take care يعني احذر. He is still working. هو ما زال يعمل. It's raining at the moment. نشوف كده أول خمس جمل كده. بقول لك please go away. I to finish my work. ابعد عني. أنا بحاول أخلص الشغل. هيجيب لك بقى try وأم trying. هناخد إيه بقى؟ I'm trying. يبقى المحاولة دي ما خلصتش. You are hungry. Why you eating? Aren't. Why aren't. You too fast. Please slow down. Slow down يعني slow down فعل أمر يعني ابطئ السرعة. أنت بتسوق يعني بسرعة كبيرة ابطئ. سناخد إيه؟ Hard driving. Hard driving. أنا بتكلم على حالة وقتية. طب أعمل سؤال who هالة to. Is speaking to. نمبر A. Who is هالة speaking to. إلى من تتحدث هالة؟ I to the dentist tomorrow. I made an appointment with the nurse. I'm going. تو تحتها بتساوي I'm seeing. سينا بمعنى ايه؟ يرى. لا مش معنى مقابل. أو يزور. كلمة appointment اللي في الجملة دي بمعنى موعد. هنا بقول لك بقى تحت بقول لك الأفعال اللي جاية دي لا يضاف لها ايه؟ إذا جت بمعنى السبب أو الحالة. أفعال thoughts, opinions. آراء واعتقادات زي think or know. Feelings, emotions, مشاعر وعواطف زي like و love. Perception, إدراك and senses, حواس زي hear و see. Positions, الامتلاكات and measurements يعني المقاييس زي belong و have و wait. جايب لك بقى في العمودين اللي جايين دول خلي بالك العمود الأول اللي على الشمال ده الأفعال اللي بالأحمر. نرى معايا كده كلها. الأفعال دي لها كم معنى؟ اثنين. لو جت ستيت حالة بسيط تيجي بسيط بس مش مستمر. طب لو جت أكشن انت عارفين عن ايه ستيت وأكشن؟ ستيت فعل حالة. اكتب فوق كلمة ستيت فعل ثبات. فعل ثبات وجنب كلمة أكشن فعل حركة. بص كده في ثينك كده على شكلين. طبعا الجملة اللي هتبين I think English is easy. دي أفكر ولا أعتقد؟ طالما ده رأي يبقى ده فعل حالة اللي أضاف له إيه؟ طب بص قصادها كده. I'm thinking about your plan. أنا أفكر في أنا أعتقد في خطتك ولا أفكر. ولا أفكر. أفكر يبقى لو كانت think بمعنى أفكر ممكن أضاف له إيه؟ ING. طيب اللي جاي My neighbor has a nice car. هذه بمعنى إيه بقى؟ ولا كده اللي قلنا لحد يملك لا يضاف لها شيشة إلا بسيط بس. طيب اللي جاية He is having dinner now. now اللي بتساوي كلمة إيه؟ have لما تطلع إن جي يبقى معنى تاني غير يمتلك خالص. I feel يعني أشعر you should take more time يعني إحساس يقول أنت لازم تاخد مزيد من الوقت. طيب التانية بقى She is feeling her way in the dark. تتحسس طريقها. واحدة مثلا عندها مثلا إيه؟ نقول مثلا بلايند ماشي او المكان نفسه دارك يعني مظلم الفيل يتحسس. سي هيز ايز ار سو باد يعني عينيه يعني
ضعيفة. He sees a little. يا رب قليل. أقول seeing ولا sees. Sees. فشل إن جي. رؤية العين. الثانية بقى. I'm seeing my lawyer tonight. lawyer يعني محامي. أنا قابل المحامي الليلة دي. يبقى ناخد إيه بقى؟ seeing. دي بتساوي كلمة meet أو visit. دي بتساوي meeting و visiting my lawyer. love بمعنى أحب. I love going on holiday to relax. بحب الذهاب في اجازه الاسترخاء. الثانيه بقى I'm loving this holiday. لما اجي احب شيء معين في وقت معين ممكن لفظ اضيف لايه انجي. دي معناها I'm enjoying specific حاجه بقى محدده. look الاولى بمعنى يبدو. he looks tired بتساوي بقى seem. هنا ما ينفعش تطلع انجي لو جت معنى يبدو. طب الثانيه she's looking at some old photographs. ينظر يفحص ده انجي. يبقى المعاني هنا متساويه ولا مختلفه؟ مختلفه. بي علي از ا كايند مان. هنا از يعني ايه؟ يكون. ما ينفعش تطلع ايه؟ طب الاصوله بقى رامي از بينج فيري لود تو مي ذيس دايز. دي مهمه بقى اللي قلتها من شويه. رامي يعني بيبان ان هو فيري كايند يعني ايه؟ عطوف معي هذه الايام. ده مش عادته. اتس انيوجوال يعني ايه؟ مش عادته. غير ايه؟ المعتاد. يبقى رامي از ايه؟ is being very kind to me these days. قلنا في الحاله دي بناخد ام ويز وار ونضيف له فعل ing حتى لو الفعل ما ينفعش نضيف له ing. smell المعنى الاول له رائحه. المعنى الثاني يشم. the food smells nice. الطعام رائحته جميل. هنا ما ينفعش نقول smelling غلط. الثاني بقى why are you smelling your food. ليه انت بتشم الطعام كده trying the smell of. واي بمعنى يزن. the meat weighs 2 kilos. اللحوم دي وزنها تزن يعني. دي بمعنى تزن او يزن. امال الثانيه از وينج ذا ميت. عمليه الوزن. لما ابدا بالله يتوزن تبقى بسيط. لما اوزن انا مستمر. اللحوم تزن 2 كيلو. طب انا بوزن اللحوم مش ادي نفس الفرق بينها يعني. The soup tastes nice. يعني الشوربه كده طعمها ايه جميل. او I'm tasting. test يعني يتذوق. الاسئله اللي باقيه كلها واجب لغايه صفحه 22. واجب مش تحضير. عرفت بقول ايه كده عشان في ناس كده بتسمع كده وتطلع الناحيه الثانيه. الحصه الجايه طبعا الدرس الثالث والرابع. التسميع اشوف الحصه الجايه. الصبيان اللي هاجي اسالهم دلوقتي يقول لك انا ما جبناش الكتاب. تسميع الحصه الجايه. يعني كاتب